أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة الأيام، وكلام وحديث عن مجموعة السادسة في كأس العالم. المجموعة السادسة ضم الفرق التالية: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. بلجيكا أوروبا، كندا أمريكا الشمالية، والمغرب أفريقيا الفريق العربي، بالإضافة إلى كرواتيا ممثلا لأوروبا الشرقية. كلامنا راح يكون عن الفريق البلجيكي باعتباره الفريق رقم 1 في المجموعة السادسة. الفريق البلجيكي عنده 14 مشاركة في نهائيات كأس العالم، يعني مشاركة فعلية من أصل 22 مشاركة في التصفيات، يعني بعض المباريات الأخرى لم يتأهل للنهائيات. عدة في أمم أوروبا أيضا 6 مشاركات. الفريق البلجيكي من الفرق الكبيرة أصبحت في السنوات العشر الأخيرة بما يملك من لاعبين وانتقالاتهم في الأندية الكبيرة العالمية، أصبح لهم وزن وثقل كبير. 6 مشاركات في أوروبا، فريق بحاجة إلى ألقاب بعد اكتمال مجموعة كبيرة من النجوم، أصبح يملك لاعبين سوبر كبيرين على مستوى العالم على مستوى الأندية. فريق البلجيكي حاليا يعني صعب مواجهته بما يملك، دائما بالتصنيف العالمي يصدر القوائم، أصبح يصل إلى المركز الأول والثاني دائما بالبيك فور أو يعني المربع الأول في تصنيف الكرة العالمية باتحاد الدولي فيفا. يقود الفريق المدرب الإسباني مارتينيز ويساعد تيري هنري اللاعب الكبير الفرنسي اللي مشهور لكل عرفه. فريق البلجيكي يملك لاعبين كبار على مستوى العالم، مثلا حراسة المرمى، مجرد أن يذكر كورتوا حارس مرمى ريال مدريد يكفي أنك تذكر منتخب بلجيكا، فيرتوخين، أندرليخت، مونير، دورتمان، وبالتالي فيسيل، أتلتيكو مدريد، دي بروين اللاعب الكبير حاليا أو من أفضل لاعبين العالم، مان سيتي، عندك تيريسمان، ليستر سيتي، هازارد ريال مدريد، كاراسكو أتلتيكو مدريد، لوكاكو بالأنتر، أمادو أفيرتون، أسماء كبيرة رنانة أصبحت للفريق البلجيكي على مستوى العالم على مستوى الأندية والسوق المحلية والعالمية. الفريق البلجيكي هو يعني تقريبا من الفرق المرشحة الساخنة لتصدر هذه المجموعة السادسة. إذا انتقلنا للفريق الثاني في المجموعة السادسة، فريق كندا. فريق كندا يعني الفرق اللي تمثل أمريكا الشمالية، ودائما هي الفرق اللي أصبحت في السنوات الأخيرة أو البطولات الأخيرة لكأس العالم أصبحت يعني مشاركاتها مؤثرة وفعالة، يعني تختلف عما كانت عليه في السابق. عندها مشاركتين في كأس العالم، هذه الثالثة تعتبر لهم، في عام 1986 وعام حاليا 22، يعني عفوا هذه المشاركة الثانية لهم في النهائيات. ألقاب يعني خزينتهم فقيرة بالألقاب، تعتبر عندهم كأس القارات مشاركة واحدة وباقي مشاركاتهم كلها في بطولة أمريكا الشمالية أو في بطولة الكونكاب. يعني حاليا يدير الفريق الكندي من الفرق يعني خلينا نقول الفتية والفرق القوية الجديدة اللي دخلت في بطولات كأس العالم مدرب جون هيرتمان، وهو إنجليزي باعتبار يعني الكنديين والإنجليز عندهم دائما علاقات قوية في ألعاب أخرى، فلهذا أصبحت العلاقة مؤثرة في كرة القدم وتأثيرهم في المدرسة الإنجليزية بالسلوب واللعب والستايل. يعني أشهر لاعب قلنا المدرب جون هيرتمان، أفضل لاعبيهم داني كلير، جونسون، ديفيز، هنري، هوتسون، أنتوني، سايل لارين، جوناثان ديفيد، لاميليس، وأيضا يلعبون في أندية في بعضهم عندهم أندية كبيرة، مونتريال، عندهم بايرن ميونخ، ديفيز، تورنتو، بشكتاش، بورتو، كلوب روج، ليل الفرنسي وبازل السويسري. فهذه أسماء. أصبح الفريق الكندي يعني فريق صعب، أصبح فريق متمكن بما يملك من نوعية لاعبين يمتلكون خبرات في دوريات العالم. إذا انتقلنا الفريق الثالث في المجموعة السادسة والفريق العربي المغربي، فريق المغربي يعني ممثلا لأفريقيا وتاريخ عريق في بطولات أفريقيا وفي كأس العالم أيضا. المغرب هذه المرة السادسة لتتأهل فيها إلى كأس العالم، وهذا بحد ذاته رقم جيد وممتاز، يعني لفريق عربي يمتلك هذه الإمكانيات أن يصل إلى النهائيات وينافس الفرق الكبرى التي تملك تاريخ عريق في كرة القدم. ابتداء من عام 1970 إلى عام 1986، 94، 98، 18 وحاليا البطولة الأخيرة 2022.
الفريق المغربي عنده 18 مشاركة في أمم أفريقيا، لكن عنده لقب واحد فقط في عام 1976، وعنده مشاركات أيضا في الأولمبياد 4 مشاركات. فهذه أهم ألقابه يعني أو مشاركاته الدولية أو القارية المشهور بها على مستوى العالم. حاليا الفريق المغربي يمر في مراحل جيدة، يملك لاعبين جيدين، المدرب حاليا تم تكليف المدرب المحلي المغربي وليد الرقراقي بإدارة الفريق، يملك لاعبين يعني على مستوى عالي، مثلا ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، عندك أشرف حكيمي مثلا في باريس سان جيرمان حاليا، عندك مزراوي في بايرن ميونخ، أسماء كثيرة يعني، سايمون تسكاس أمين حارس مرسيليا واللي حاليا يقدم مستويات متميزة، حكيم زياش من الأسماء الكبيرة أيضا في تشيلسي، عندك سفيان مرابط فيورنتينا، عبد الرزاق حمد الله في الاتحاد السعودي واللي اسم كبير أصبح حاليا، عندك النصراوي بأشبيليا، صابري أسنبدوريا، وبالتالي المغرب العربي استطاع أن يصل إلى أوروبا ويجد لاعبين يمتلك خبرات، فأعتقد يكون فريق له اسم كبير في المواجهات، وأتمنى لهم الخير والموفقية باعتبار فريق يمثل العرب وإحنا كنا قلوبنا معهم إن شاء الله. انتقال إذا انتقلنا الفريق الرابع في المجموعة السادسة هو الفريق الأوروبي أوروبا الشرقية، قلنا كرواتيا. فريق كرواتيا أيضا فريق أصبح له رقم واسم كبير في بطولات كأس العالم ابتداء من فترة طويلة، أيضا قدم نجوم كبيرة للساحة العالمية في كرة القدم في الدوريات الكبرى في المسابقات أيضا على أندية أوروبا. أيضا فريق الكرواتي عنده 5 مشاركات في كأس العالم في النهائيات، وهذه السادسة تعتبر ابتداء من عام 1998 2002 2006 2014 18 22. قبل هذه المشاركات كانت كرواتيا ضمن دول أوروبا الشرقية اللي تابع الاتحاد السوفيتي، لكن حاليا هم مشاركاتهم أصبحت لها وزن وثقل، يقود الفريق لوكا مودريج في أمم أوروبا أيضا العفو عنده 6 مشاركات، أفضل مركز عنده المركز الثالث في عام 1998 أفضل ألقابه، المدرب حاليا يقود الفريق المدرب داليش، يملك أسماء كبيرة أيضا اشتهرت على مستوى كرة القدم، سوزا شتوتغارت وكريبش أتلتيكو مدريد ومارتن إيريك سوسولو ولوفرين سان بطرس ولوكا مودريج، يعني إذا ذكر كرواتيا يذكر مودريج وتذكر الأسماء الكبيرة اللي سبقته مدريد، وعندك كوفازيتش تشيلسي وباسيليتش إيت أتلانتا إيفان بيزيتش توتنهام وأنتي بودمير أوتوسونا، أسماء كبيرة يعني يملك الفريق أيضا خبرة عندهم وأيضا مشاركات في الدوريات العالمية، وبالتالي الفريق الكرواتي أصبح من الفرق الصعبة والفرق المنافسة أيضا في الأدوار الأولى من مجاميع تضرنا في المجموعة السابعة.